ويمكن دكتور امجد يكون عنده معلومات اكيد طبعا اوفى من اللي انا قلتها. دكتور امجد الحداد استشاري الحساسيه والمناعه. مساء الخير دكتور، ازي حضرتك؟ مساء الخير استاذ عمرو، مساء الخير على الساده المشاهدين. اولا نعمل ايه في الاجواء اللي زي دي، خصوصا بالنسبه لمرضى الجيوب الانفيه والناس اللي عندهم حساسيه صدريه؟ انت لسه قايل الجو متقلب، عدم الثبات في درجات الحراره دي، ان النهارده جو حر والناس خففت، بكره الجو ساقعه، يوم الثلاث في تراب تاني، يوم الخميس في ساقعه تاني. عدم الثبات ده عرضة أكتر لنزلات البرد، النزلات الشعبية اللي هي بتأثر على مريض حساسية الأنف والصدر. كذلك الجو المحمل بالأتربة ده أكثر عرضة وخطورة، لأن الأغشية المخاطية للجيوب الأنفية والصدر بتتأثر بنسبة كبيرة جدا في تغيير الحرارة وبنسبة التراب اللي موجودة في الجو، وده يؤدي إلى أعراض الحساسية الأنف اللي هي الزكام، الرشح، العطس، الصداع الشديد. كذلك أعراض حساسية الصدر اللي هي تزييق الصدر والأزمات الربوية، اللي ناس كتير جدا 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 كانت بتتواصل معانا النهارده وكان في معاناة كبيرة جدا. فكنا بنقول للناس أول نصيحة في حالة وجود موجة خمسينية زي دي كده، ينصح بعدم نزول مرضى حساسية الأنف والصدر. طب لو مظبوط. أنت مضطر تنزل هتعمل إيه؟ إحنا عندنا الكمامة، السلاح الخفي الجيد جدا اللي بيقاوم كورونا وبيقاوم الحساسية. الكمامة بتعد أكبر عازل لدخول التراب وحبوب اللقاح للجيب الأنفي وكذلك مجرى التنفس. يعني طب لازم نحاول يوم زي ده نلتزم بالكمامة الأسابيع اللي جاية، مش عشان كورونا بس، ولكن عشان التغيرات الجوية دي والتراب والحبوب اللقاح، مش كده يا دكتور؟ بالفعل، لأن الكمامة تشكل حائط صد لدخول التراب وكذلك حبوب اللقاح. بل بالعكس، في موجة زي دي العنيفة كانت بتاعت النهاردة كنا بنقول للناس لو مضطر تنزل هتلبس كمامتين. بعض الناس كنا بنقول لها لو هو مش هيقدر الكمامة هيعمل مناديل مبللة غير معطرة، يعني ملهاش ريحة عشان ما تأثرش على ما حساسية الأنف. الكمامات موجودة وكتير، بالفعل، وإحنا لسه كورونا ما انتهاش، صح؟ اهتدائنا للكمامات لا يزال مهم. فالكمامة هتستخدم للحاجتين، كالوقاية من العدوى التنفسية وكذلك الوقاية من التراب والغبار وحبوب اللقاح. طب إيه تاني؟ هيرجعوا تاني وهم عارفين المعلومة دي، هنرجع نستخدم بخاخات محلول الملح أو نغسل مراخيرنا بمحلول الملح. هنرجع تاني ناخد معلش يا مضادات دكتور، الحساسية. معلش انا عايز برضو يعني اقف في الجزئيه دي مع حضرتك. ماشي، في ناس بتجيب البخاخه اللي هي محلول الملح او ماء البحر ده او بتاع ايا كان اسمه، بالفعل، بتستخدمها للاستنشاق. حضرتك بتقول ممكن يتعمل، يعني ممكن في البيت نعمل شويه محلول ملح؟ هو يفضل عشان ما يبقاش فيه اختلاف في التركيزات، ما احنا بنجيب بالظبط. محلول الملح اللي من الصيدليه اللي هو 9% ده، هو ده اللي بيستخدم، وهو مش غالي وارخص من البخاخه العاديه وبيغسل مراخيره بسرنجه. محلول ملح تركيز 9%، ده محلول المحلول ملح المتعادل اللي ممكن تركيز نغسل بيه 9%، مراخيرنا. مش بالفعل، البخاخات وده المستوردة عشان ممكن تبقى غالية بس شوية بالنسبة لبعض الناس. بالفعل ده الاستخدام البسيط الآمن كمان الطبي المعقم، إن أنا بستخدم محلول ملح بسرنجة، محلول ملح 9% ده من الصيدلية، تمام. بنغسل بيه الجيب الأنفي، بيسهل الإفرازات بنسبة كبيرة بالسرنجة جدا. أو بالفعل نغسل بيه باستنشاق مرة يعني. الصبح ومرة بالليل كاستنشاق. إيه، وفي ناس معتادة على استخدام البخاخات التقليدية بتاعتهم، هيرجعوا يستخدموها لو هم عارفينها. في ناس هترجع تستخدم مضادات الحساسية اليومين الجايين دول، اللي هي مضادات الهستامين ايا كان الاسم التجاري، اللي هتقلل بنسبه كبيره جدا من اثار العطس والزكام والرش. طب دي ده بالنسبه تتاخد لحساسيه وقاية الانف. ولا علاج يا دكتور أمجد؟ طيب خليني اقول ان الطرق الوقائيه عدم التعرض للمسبب المثير للحساسيه. طيب لو انا هتعرض يبقى انا باخد مش علاجيه، هي بتقلل من التفاعل اللي بيحصل ما بين الاغشيه المخاطيه للانف والمثير الخارجي اللي هو التراب، اللي بيحصل فيه زياده في افراز الهستامين وزياده في اعراض الحساسيه. فبناخذ مضاد الهستامين هيقلل من الاعراض دي خلال فتره تهيج الانف او تعرضك للمسبب الخارجي، اللي هي مثلا شعر القطه، الغبار، التراب، التكييفات. الناس طبعا ابتدت تشغل التكييفات امبارح بنسبه اي كبيره جدا، والتكييفات ده اكبر مصدر او مسبب لعده الفراش والتراب، بالذات الناس لسه ما ابتدتش تنظفها استخدمتها فجاه، وده هيؤدي الى زياده نسب حساسيه الانف خلال هذه الفتره. يعني حضرتك بتحذر ان احنا نشغل التكييفات من قبل ما نعمل لها صيانة او ننظف الفلاتر، سواء اه طبعا، العربية او البيت. العربية او البيت اكبر مصدر للتراب وما يسمى عتة الفراش والفطريات، وهي اكبر مثير لحساسية الانف والصدر، موجودة في التكييفات. بنقول للناس ما تشغلهاش الا ما تنظفها وتفلترها باستمرار، لان دي هي مصدر مسبب حساسية رئيسي جدا لحساسية الانف. ومرضى حساسية الانف طبعا. عارفين معاناتهم من التكييفات قد ايه بسبب طبعا. عدم النظافة لهذه التكييفات. ويجي يقول لك انا شغلت التكييف بس فجأة من ساعة ما شغلت وانا عندي عطس وعندي كذا، ده بسبب وعندي الغبار صداع، والبكتيريا اللي في التكييف.
اللي ما تنضبش في بالفعل الطرق. تمام، بالفعل، ملحوظة وبالذات مهمة. الموجة المفاجئة دي الناس شغلته مفاجئ، وده صح. برضه هيزود معدل حساسية الأنف والصدر كمان. في ناس كتير أوي أطفال بيجي لهم أزمات ربوية من التكييف المنزلي، مظبوط. بالذات الأطفال أكثر عرضة للإصابة بالأزمات الربوية من التكييفات، ودي بنشوفها كتير جدا عن طريق اختبارات الحساسية اللي بنعملها اليوم. بنلاقي فطر التكييف، عدة الفراش، الوبرية، ودي أشهر مسببات متواجدة في التكييفات. طيب، الناس اللي بتستخدم البخاخة الصدرية، هل حضرتك مع تكرارها ولا يرجع للدكتور يغيرها عشان ما الجسم ما يكتسبش مناعة خلاص من ده؟ أو لو طب كان لو اكتسب هو مناعة من البخاخة يعني. بالفعل لو هو معتاد على استخدامها من فترة كبيرة جدا، هيقول يرجع للطبيب المعالج، هيشوف التركيز ده مناسب لسنه ومناسب لوزنه ولا لا، ومناسب كمان لمعدل أزماته الربوية، هل بيجيله على فترات متباعدة ولا فترات متقاربة، هل أزماته الربوية موسمية أم دائمة. صحيح. فلو هو معتاد استخدامها يفضل رجوعه لطبيبه لتحديد جرعتها وهل هي ملائمة لاستخدامه في هذا التوقيت أم لا. ولكن لحين الرجوع إلى الطبيب وأنت عندك أزمة، ينصح باستخدام آخر بخاخة وآخر تركيز بتستخدمه خلال هذه الفترة حتى يتم تواصلك مع الطبيب. لا تترك نفسك عرضة لأزمة ربوية نتيجة صح اضطراب صح وأنت أصلا تركت البخاخة وطبيبك كان صح بيقول لك لازم تستخدمها بصورة وقائية خلال فصل الربيع أو أكيد. خلال أمشير مرتين في اليوم، لأن هي بتستخدم علاجية ووقائية وتحكمية في أعراض الأزمات الربوية للأطفال والكبار مرضى حساسية الصدر والأنف. شكرا جزيلا لحضرتك دكتور أمجد الحداد، استشاري الحساسية والمناعة.